شايفين من السلايد مع بعض؟ اوكي طيب، نيجي اليوم للوحدة السادسة اللي موضوعها dermal preparations، اللي هي الأدوية اللي بدها تنحط على الجلد. هلأ قبل ما نبلش نشوف شو تركيب الجلد على أساس اللي ناسي يتذكر. في عنا هون الطبقة الخارجية بيقولوا لها الإبيديرمس، أوكي؟ بعدين الطبقة الداخلية هاي بيقولوا لها ديرمس، وبعدين الطبقة اللي لجوا بيقولوا لها سبكوتينيوس تيشو. السبكوتينيوس تيشو بيكون فيها أنسجة دهنية والأوعية الدموية. طبقة الديرمس هي اللي بيكون فيها هاي البصيلات الشعر والسيبيشيس جلاندز اللي هي الغدد الدهنية، وفي عنا هون كمان هذه البيضة اللي هي السويت جلاندز، أوكي؟ وفي عنا المسامات اللي بتطلع العرق لبرا الجلد، أوكي؟ هدول هم أهم مكونات الجلد اللي إحنا بنهتم فيها. طيب نشوف الأدوية اللي بدها تنحط على الجلد إيش بيحكوا عنها؟ بيقولوا لي عنها locally acting drugs، الأدوية اللي بتشتغل موضعياً. They are applied into skin and sometimes on mucous membranes. يبقى أي إشي تعريف locally يبي ينحط على الجلد يبي ينحط على mucous membranes. هلأ topical، the term topical preparations في إله benefits، الفوائد اللي بنجنيها من topical preparation اللي هي ال concentration of a drug at the site of application is high، يعني محل ما بنحط الدواء بيشتغل وبنحصل على تركيز عالي كتير. يعني مثلا واحد طالع له حب شباب ماشي الحال، أخذ أنتيبيوتيك وكريم وحطه على الحبة، يبقى تركيز الدواء بيكون على الجلد بيكون كتير، أوكي؟ ما في داعي أنا أعطيه مضاد حيوي يلف بالجسم وعبين ما يوصل للمنطقة المصابة عشان يشتغل. يبقى الأول أول فائدة إنه التركيز بيكون عالي. تاني فائدة إنه systemic absorption is negligible، أوكي؟ أو negligible، على أساس إنه الامتصاص ضعيف للأدوية اللي بتنحط locally. بس هلأ مرات بعض الأدوية، وطبعا بتكون محددة إنه إحنا بنحطها topically بس الهدف تشتغل systemically، زي مثلا النيتروغليسرين أو النيكوتين. النيتروغليسرين اللي هو موسع للشرايين التاجية، إحنا بنحط الدواء على الجلد لكن الهدف إنه يتم امتصاصه ويشتغل systemically. أو النيكوتين بنحط الباتش على الجلد لكن الهدف إنه يتم امتصاصه ويشتغل systemically. أوكي، بس طبعا هذا لأشياء محدودة. بشكل عام الأدوية اللي بتنحط topically systemic absorption تبعها بيكون ضعيف. طيب الأدفيرس إفكت بالتالي رح تكون قليلة كتير لأنه الدواء أساساً ما وصلته للسيستميك سيركوليشن. هلأ في عندي types of application most commonly used bases or vehicles or tinctures، ماشي؟ يعني بده يحكي لك الشكل الدوائي اللي إحنا بنستخدمه على الجلد. إما بنستخدم wet dressings اللي كانوا بيقولوا لها زمان لبخات أو لصوقات، أو بنستخدم لوشن. هلأ اللوشن والكريم والأوينتمنت بيكونوا عبارة عن إيمولشنز، يعني خليط من الزيت والمي. بتختلف نسبة الزيت ونسبة المي وهل الطور الخارجي هو زيت أو الطور الخارجي هو مي. يعني هلأ اللوشن بيكونوا oil in water، الطور الخارجي مي، لذلك لما بتحط اللوشن على الجلد الامتصاص تبعه سريع، بترجع لبعد 5 دقائق خلص الجلد امتصه كلياته ما بتلاقي بقايا. بينما الكريم ممكن يكون oil in water أو water in oil emulsion، حسب نوعه ممكن يكون امتصاصه سريع أو بطيء. بينما الأوينتمنتس ممكن يكونوا water in oil أو بيكونوا بس طبقة دهنية بدون طبقة مائية، يعني الأكتيف إنجريديانت نحن مدوبينه في الطبقة الدهنية بس، هذا بيقول عنه أوينتمنت اللي هو المرهم. إذن فرقنا بين اللوشن والكريم والأوينتمنت وحكينا عن الويت دريسينج. نشوف الجل. الجل المادة العلاجية بنكون نحن مدوبينها في مادة بتحب المية وبتمتص المية بسهولة اللي هي الجل. الايروسول بيكون المادة الدوائية تبعتنا مدوبينها في غاز مضغوط،
اللي بسموها إحنا الحلالات الهوائية الأيروسولز. الغاز المضغوط بيتحول إلى سائل، فصفى عندك المادة الدوائية دايبة في سائل. مجرد ما تكبس على علبة البخاخ بتخفف الضغط، فبالتالي السائل بيحمل معاه الدواء لبرا وبيتحول إلى غاز، وهذا مبدأ البخاخات كلياتها. أوكي، بيسموها aerosols. بعدين في عنا الباودر، المادة موجودة على شكل بودرة صلبة. بيست اللي هم المعاجين، بيكون تركيز عالي للمادة الدوائية جوا الفيهيكل، بيكون مثلا طبيعته ستيكي شوي. الكريم والأوينتمنت حكينا عنهم، بضل الكولوديونز. ايش هدول الكولوديونز؟ في عندكم تعريف حطيت لكم اياه زيادة مش موجود بالكتاب، بكتبوه عندكم. السيرب solution of nitrocellulose in a mixture of alcohol and ether، يعني هو سيرب مكون من نيتروسيلولوز مع الكحول والإيثر. بعد فترة بيطير الكحول والإيثر، شو بصفي؟ بصفي النيتروسيلولوز عامل طبقة used for coating things، ماشي، بحيث انه يشكل physical barrier. اوكي، هذا يستخدم الحكي in surgery مشان يخففوا النزيف ويسكروا على الجروح بسرعة، and in former photographic process في عملية تحميض الأفلام كانوا يستخدموا النيتروسيلولوز لهذا الغرض. أوكي، لكن هلأ الموضوع الفوتوغرافي كتير تطور فبيستخدم للسيرجري. طيب هدولي كانوا إيش حكينا عنهم، اللي هم الفورميليشن الشكل الصيدلاني. نشوف إيش بيحطوا أكتيف إنجريدينت بشكل عام. بيحطوا ممكن antibiotic for bacterial infection، أو بيحطوا antifungal، ماشي، أو بيحطوا كورتيزون local corticoids، أو بيحطوا antiviral. هلأ بشكل عام هدول الantiviral سميتهم عالية على الجسم لو أنا أعطيتهم systemically، وبرضو الantifungal سميتهم عالية جدا، فأنا بعمل big advantage لما بحطهم topically. الantiviral والantifungal للناس العاديين نستخدمهم توبيكالي، ما منحب نستخدمهم سيستميكلي لأنه السمية جدا جدا عالية. الأنتيبيوتكس في منهم شو اسمه بشكل عام هم آمنين نسبيا، لكن في منهم إله سمية عالية، فهذا برضو بيحبوا يستخدموا توبيكالي، لكن إحنا الأنتيفانجل والأنتيفايرال مجبورين نستخدمهم توبيكالي. طيب الكورتيزون طبعا إله مشاكل كتير في الدنيا، فلو استخدمته أنا توبيكالي خفف مشاكل للبنية. طيب نشوف ايش في عنا ادوية بالدنيا واستخداماتها وامثلة عليها من اللي راح نعطيهم احنا توبيكالي. اول اشي الادوية اللي بنستخدمها كديمالسنس، قلنا ديمالسنس هذه مواد ملطفة للمجاري التنفسية، means soothing down or smooth down. These are protective agent applied over throat and mucous membrane to treat irritation. ومرق معانا الديمالسنت في المانجمنت للأزمة، قلنا لما بتخلي المريض ياخد ديمالسنت زي الستريبسلز بيخفف التهيج في منطقة الحنجرة، فبالتالي بتخف سعلته شوي. زي ايش الديمالسنت؟ يوزز زي اللوزنجيز and gargles. اللوزنجيز اللي هم حبات الستريبسلز، هدول بيقولوا عنهم لوزنجيز، بيحتوي كمية سكر عالية، وبيكون في عندهم مادة بتشتغل ديمالسنت اللي هي البنزوكايين. والجارجلز اللي هم المواد اللي تستخدم للغرغرة، مش ماوثوش، الماوثوش بس بيلف بالتم والهدف منه انه ينظف الاسنان ويحمي اللثة، لكن الغرغرة بتكون بتفوت بالحنجرة مسافة أغمق من الماوثوش. طب إيش بيحطوا فيها أشياء، أو إيش في مواد بنحطها في اللوزنجز والجارجلز بيكون إلها ديمالسنت إفكت؟ زي الأكاشيا جم، جم أكاشيا وجم تراجاغانث. الجم أكاشيا اللي هي الصمغ العربي، والتراجاغانث برضو من الصمغ الناتشورال. في عنا الجليسيريزا أو الجليسيريزا جلابرا اللي هي عرق السوس حسب ذاكرتي. السينثيتك سيليلوزز، السيليلوز فيه له ديريفاتيفز كتير، كل ديريفاتيف له استخدامات، زي الميثيل سيليلوز، كاربوكسي ميثيل سيليلوز. هذا الكاربوكسي ميثيل سيليلوز كتير مشهور، بيختصروه CMC،
بتلاقوه بقطرات العيون كتير كاربوكسي مثل سيلولوز. في عنا الجليسرين والستاش، شو جاب سيرتهم هدول كلياتهم؟ الصمور والسيلولوزات هدول كلهم إلهم ديمالسنت افكت. اوكي طيب نيجي للنوع الثاني اللي هو الايموليانت. الايموليانت اللي هي بدها تكون عنا المواد المرطبه، بيعملوا external protection which provide lubrication، بيعمل تشحيم. They are used for dry skin، حتى يعمل soothing للسكن. May be used as vehicle for another drug، يبقى يا هم بحد ذاتهم بيكونوا علاج للجلد الناشف، أو نحن مندوب فيهم مادة فعالة تكون دوائية. طيب ماشي، زي إيش يعني الإيموليانس هدولي؟ هلأ الإيموليانس هدولي بتلاقيهم بالأساس تبع الكريمات والأوينتمنت، زي الأنيمال فات أو اللي اسمه اللانولين. هلأ بتشتغلوا فيه بالمختبر. الأنيمال فات بيكون لونه زي لون الفازلين بس أغمق شوية، وبيكون ريحته كتير سيئة، فعادة هم بيحبوش يستخدموا الأنيمال فات كتير، أو نسبته بتكون ضئيلة شوي لأنه الريحة تبعته بتغطي على الفورميليشن. طب إيش في كمان أشياء تعمل إيموليان؟ زي الفيجيتابل أويل، الأوليف أويل، زيت الزيتون، كوتون سيد أويل، والثيوبروما أويل. هدول كلهم من الزيوت اللي بيعتبروهم مفيدين في الناحية الصيدلانية، لكن الأوليف أويل بيدرج التأكسد تبعه كتير عالي فبيغلبنا. البارافين اللي هو شموع البارافين، والفازلين. الفازلين مادة مكونة من هيدروكاربونز، يعني هي مادة عضوية، فبالتالي إيش ما حتدوب بالمية، وبتشكل لك فيزيكال بارير كويس، وبتشكل إيموليانت كتير ممتاز. يا بيستخدموا الناس الفازلين لحاله، أو في المصانع بيحطوا لنا مع الفازلين مادة دوائية تحيس إيش تحسن التأثير تبع الفازلين. طيب صفى عنا هون ديمالسنس وإيموليانس. نشوف شو الثانية في الدنيا بنحطها على الجلد. ممكن المادة تكون أسترينجنت. أسترينجنت يعني مادة قابضة بدها تسكر لي المسامات، أو إذا في جروح عماله بينزل دم بتعمل إيش تضيق أو بتشد الجلد، فبالتالي بخف النزيف. طب إمتى بنستخدم الفيلم هذا؟ نشوف شو حاطين. These are locally applied protein precipitants، يعني when applied over skin they cause precipitation of protein present over the surface but do not destroy cells، أو they just cause concentration of contraction of tissues and wrinkling of tissues. يعني بيستخدموا stretching the skin decreasing secretion، may be used as antiperspiration. Antiperspiration اللي هو مضاد للتعرق. طب احنا شو استفدنا؟ زي ما قلنا اذا احنا ضيقنا المسامات، خاصة للناس اللي عندهم مشاكل التهابات في الجلد حب الشباب، ضيقت المسامات ما بيدخل الميكروبات للمناطق الداخلية من الجلد، فبالتالي ايش احنا حمينا الجلد، او الناس اللي عندهم التعرق شديد جدا وبيحرجهم فبيستخدموا اللي هو الألم اللي هو الشبة مركبات ألمينيوم هيدروكسايد، بيستخدموها على أساس انها ايش تشتغل انتي بريسبيريشن مضاد للتعرق. طيب هذا حكينا عن الألم. نشوف الكلامين. كلامين هو pharmaceutical preparation بيستخدموه الكلامين لوشن بيستخدموه لجدري المي على أساس يعمل ترطيب ويخفف الحكة اللي بتصير نتيجة البثور اللي موجودة على الجلد. هلأ عندكم انتو برضو بصيدلانيات المفروض تعملوا هذا الكلامين لوشن، بيطلع لونه زهري وحلو بتملطس الدنيا فيه. ولازم تشتغلوا بالصيفية مش بالشتوية عشان تعرفوا تغسلوا الأغراض. طيب زنك أوكسايد. الزنك أوكسايد هذه مادة بتكون على شكل بودرة، امتزاجها بالمية جدا صعب فبتشكل good barrier good astringent effect. وفي عنا التنك أسد. كل هدول الكلامين والألم والزنك أوكسايد والتنك أسد يستخدموا كأسترينجنت. بجوز أكتر إشي مشهور شعبيا اللي هو الشبة أو هيدروكسيد الألمية.
طيب نيجي لرقم 4 اللي هم الكاونتر إيرتانس and روبيفيشينت. هادول بيشتغلوا عكس بعض. كاونتر إيرتانت مضاد للحكي، روبيفيشينت مهيج. نشوف كيف معرف لنا الكاونتر إيرتانت بالنقطة الأولانية. It is topical applied analgesic applied in intact skin. يعني مسكن بينحط موضعيا على الجلد أو مضاد حساسية، أي إشي يخفف الإريتيشن والتهيج اللي بيصير. الروبيفيشينت هادي إشي تاني، إشي معاكس. They are locally acting drugs used over the skin cause feeling of hotness. بيزيدوا إيش المرور الدورة الدموية، بيعملوا تهيج للجلد فبزيد مرور الدورة الدموية للمنطقة، بيعملوا burning sensation so that they mask the pain، يعني بيعملوا distracting للبرين، فبالتالي stimulate nerve ending. كيف يعني؟ يعني شو استفدت يعني إذا هم عملوا وجع؟ distraction يعني بيشتتوا البني آدم، زي يكون أنت مثلا سنك بوجعك أخبطك على إجرك، بتصير إجرك توجعك تنسى وجع أسنانك، هيك نفس هذا المبدأ. هلا the best counter irritant اللي هم المجموعة اللي حكاها بالأول are physical agent. تمام. وبالنسبة للروبيفيشينت اللي هم اللي الهيت فورمرز. many drugs however used for this purpose مثل إيش بيستخدموهم للروماتويد أرترايتس للماسكولار بين. زي إيش يعني أدوية بتشتغل counter irritant أو روبيفيشينت؟ زي الكامفور. الكامفور هو فولاتايل اويل لكنه موجود على شكل صلب، يعني ما بتلاقيه على شكل زيت، بتلاقيه على شكل مادة صلبة لكنه هو فولاتايل اويل. البلاك ماسترد الخردل الأسود، السلسليت هذا اللي بيدخل في تركيب الأسبرين، تيربنتين اويل، المنثول والكابسسين. الكابسسين هي المادة الرئيسية اللي موجودة بالفلفل الأحمر اسمها كابسسين. هلأ لما حكينا عن الروبيفيشينت أشهر مثال موجود بالسوق اللي هي لزقات النسر، بيستخدموها للناس اللي بيصير عندهم شد عضلي في منطقة الظهر، فبيحطوا اللزقات في اللزقة، نوع من اللزقات بيكون with capsicum مع مادة الكابسسين هاي، بيحط اللزقة على ظهره ماشي، فبتبلش الكابسسين يصير له امتصاص من الجلد وبيبلش يعمل الروبيفيشينت إفكت تبعه، فبزيد التروية الدموية للمنطقة، وعلى أساس إنه إيش بعد فترة زي ما قلنا بيعمل distracting للبين وبزيد التروية الدموية للمنطقة، فالنسيج بتصلح بشكل أسرع. لكن في ناس ما بيستحملوها، مجرد ما حطها وبلشت تحرقه، فبقول لك لسه وجع الظهر أرحم من وجع الكبسسين هذا اللي موجود جوا. في كمان اليوكاليبتس أويل من المواد اللي استخدم كاونتر إيريتانت. Topical NSAIDs are used to relieve musculoskeletal pain. زي ما شفنا الNSAIDs لهم مشاكل كتير، فإذا إحنا بنقدر نستخدمهم topically للmuscular pain بالتالي بناخد الأدفانتج إنهم ما بيأذوا المعدة. طيب هذا ليش قلنا بدنا ندمر الطبقة الخارجية من الجلد؟ هدولي بيستخدموا لحالات اللي بيكون فيها مشكلة في الطبقة الخارجية من الجلد، زي بيستخدمها destroying warts. warts اللي هو التواليل، هي عبارة عن viral infection، ولما بتصير مع البني آدم بيصير عنده حبوب على الجلد raised thick layer over skin. طبعا حسب مكانها بتكون مزعجة للبني آدم، ممكن تكون على الإيدين محل ما بيمسك الألم، ممكن تكون في إجره محل ما بيلبس الكندرة، فبتكون مزعجة جدا، الاحتكاك فيها مؤلم، فمشان هيك بيروح على الدكتور بيحط له كوزيتك ماتيريال. زي إيش؟ زي الفينول أو النترات الفضة، هذا بيسموه كوي كيميائي. في ناس بيستخدموا الكوي بالنيتروجين حسب ما بيستحمل معك المريض، إذا بيستحمل كوي النيتروجين بسموه الكوي البارد، أوكي؟ بيقتل فيها الوارتس اللي هي بيقتل فعليا الفيروس اللي سبب التواليل هاي، أوكي؟ في ناس ما بيستحملوا فبيعطيهم الدواء الدكتور بيكون في أساسه نترات الفضة على فترة أسبوعين زمان، بيحط كل يوم بيرجع له بشيك عليها الدكتور، بشيل الطبقة الميتة وهكذا، بيضلوا رايح جاي على الدكتور كذا مشوار عبين ما يخلص من الفيلم.
في عنا استخدام تاني إلهم كلا عملية الكيراتوسز. الناس اللي بيكون في عندهم تقرن شديد في الجلد برضو منشلهم الطبقة الخارجية المزعجة لأنه يكون الجلد ناشف وسميك كتير، أو ممكن بيكون نتيجة فانجل انفكشن أو إكزيما. بس زي ما اتفقنا إنه هدولي they are less commonly used، وإذا بدهم يستخدموا لازم تحت إشراف طبي مشان ما يدمر النسيج تبع الجلد اللي تحت طبقة الكيراتين. طيب في عنا مجموعة ثانية قريبة كتير من البوزيتيك ايجنتس لكنها ألطف شوية، بيسموها كيراتوليتكس. هاي بتشيل طبقة الكيراتين الخارجية بدون ما تكون مدمرة زي البوزيتكس. تعمل ديسكوميزيشن ايجنت can cause desquamization of the dermis, destroy the unwanted tissue, لكن great care necessary to avoid ulceration مشان ما تعمل مشاكل للمريض. الكاركترستيكس الهدف منها نعمل soothing effect removing the horny layer الطبقة المتقرنة أو اللي هي سميكة نتيجة الكيراتين من الجلد. انت بيستخدموها بالفنجل انفكشن بالوارتس بالإكزيما، يعني زيه زي استخدامات الكوزيتك. بس زي ما اتفقنا انه ايش تأثيرهم بيكون مايلدر شوية بحيث ما بيأذوا الطبقات الداخلية من الجلد. وبرضو بيستخدموها للسورياسيس. السورياسيس اللي هو الصدفية كمان شوي بنحكي عنه، مش تقولي سورياسيس البي هاي سايلنت اوكي، فبيلفظوها السورياسيس. These agents are applied to reduce the thickness of زي ما قلنا الطبقة الميتة من الجلد. طيب examples على المواد اللي بتشتغل كيراتوليتكس زي البوديفيلين هذا فور ووردز، السلسليك اسيد كثير بيستخدموه للمرضى السكري، بيستخدموا فورمولا كثير مشهوره اللي هو فازلين مع السلسليك اسيد. السلسليك اسيد بيشتغل كيراتوليتك ايجنت والفازلين بيشتغل سوثينج افكت، فبالتالي بتخف الطبقه الصلبه من الجلد خاصه في الاجرين من المرضى السكري لانه بصير عندهم جروح وتقرحات في الجلد وهم ما بيعرفوا. برضو في عنا مادة تانية بتعمل كيراتوليتك اللي هي ريزورسينول التار. التار هذا بيشتغل أو بيستخدموا الأشياء كتير، بيستخدموا للصدفية، بيستخدموا للثعلبة. في عنا ترايكلورو أسيتيك أسيد برضو من الكيراتوليتكس. شو بقولي آخر شيء؟ as damage to skin occur these are carefully applied towards especially السلسليك أسيد لأنه هو فعلياً أقوى شيء في الجلد. طيب نيجي نشوف المجموعة الثامنة اللي هم الأنتي أكني دراجز. هلأ المانجمنت للأكني، قبل ما نبلش في المانجمنت للأكني نشوف الصورة اللي تحت. هلأ عنا هنا الأصل في الجلد يكون في عنا شعرة وفي عنا غدة دهنية مرافقة للشعرة، هذا في النورمال هيلثي سكين. لكن بعض الناس بيصير عندهم انفكشن في هذه الغدد الدهنية. ليش بيصير الانفكشن؟ إذا ملاحظين راحت الشعرة، مجرد ما نشال الشعرة بعملية الحلاقة بيصير إيش المجال مسموح أو في مجال تدخل الميكروبات بتدخل لجوة وإيش بتعمل انفلاميشن في الغدة الدهنية وتظهر عنا حب الشباب. هلأ ممكن تكون المادة اللي موجودة بس عبارة عن بس بنسميه وايت هيد، ممكن يكون فترة طويلة من الزمن مر عليه بسموه بلاك هيد أو اللي هو الزوان بيقولوله. ممكن يكون الانفلاميشن أقوى شوية فبيعمل عنا بابيول حبة تحت الجلد وصارت نافخة، وممكن تكون تعمل بوستيول هنا صار الانفكشن أكتر والإنفلاميشن أكبر، وإذا ملاحظين صار في عنا حمار حوالين الجلد طبعاً بيكون مؤلم جداً للمريض وبيحكه كتير ومزعجه كتير. طب أنا إيش أعمل له علشان نخلص من مشكلة حب الشباب؟ في مقترح علينا كذا اقتراح. Topical preparation for acne بيضم كيراتوليتك سلفر and antiseptic for cleansing. ماشي، ممكن نستخدم كيراتوليتك بحيث يشيل الطبقة الخارجية من الجلد اللي متخبي تحتيها البص هذا، وأنتيسيبتك بحيث يطهر المكان الإصابة ونخلص من المشكلة. أو ممكن أورال أنتيبيوتك كونه في عنا هنا بلود فيسلز في السبكوتينيوس تيشو
بيوصل الأنتي بايوتيك وبيخلصني من الميكروبات، لكن بده فترة علاج طويلة شوي. أو ممكن هرمونال تريتمنت. ليش الهرمونال تريتمنت؟ لأنه من أحد أسباب ظهور الأكني اللي هو الهرمونال إمبالانس، مشان هيك بينشط في فترة البلوغ. ريتينويك أسيد أند فيتامين إي ديريفاتيفز، هدولي برضو بيشتغلوا كيراتوليتيك ايجنت، بس اهم شيء انهم لما يجي الواحد يستخدمهم هدولي يستخدمهم بس على الحبه، مش بندهن فيهم كل الجلد، ما بصير، لانه ساعتها بيقبع كل الجلد مع المريض وبينصدم في حاله، فبالتالي هو بس بينحط على المنطقه اللي فيها حبه. في عنا الخيار اللي بعديه اللي هو الايزوتريتينين باسم تجاري روكوتان، هو له سيستميك افكت وطبعا في له خطورة على الجسم، فمشان هيك لازم يكون تحت إشراف طبي، ما بصير الواحد ياخده لحاله، لازم يعمل فحص لإنزيمات الكبد يتأكدوا إنه البني آدم أموره تمام بيقدر يتحمل هذا الدواء، وبيروح بياخده من مستودع الأدوية. ما بتشتري أنت من الصيدليات روح تاخده من مستودع الأدوية، بتوقع على تعهد إنه أنت موافق تستخدم الدواء، وأنت بتخلي مسؤولية الشركة من أي مضاعفات جانبية بتصير معك. والخيار الأخير اللي هو الأسترنجنت اللي قبل شوي حكينا عنهم، المواد القابضة اللي بتقلل أو بتشد المسامات، بحيث أنه أنت لما شلت الشعرة هذه استخدمت أسترنجنت، فبحيث أنه إيش قلل المسامات هذه أو مكان ما كانت موجودة الشعرة والمسامات، فأنت بتقلل دخول المايكرو أورجانيزمز لهدول الغدد الدهنية وبتخفف من مشكلة الحب الشباب. هلأ إيش الحل الأمثل من ضمن الخيارات هاي كلياتها؟ إحنا بننصح الناس دائما بأنهم يتبعوا نظام صحي، إنه يغسل وجهه صبح ومساء بصابونة كويسة يكون لها pH مناسب، وأفضل pH مناسب يكون ملائم لبشرة الجلد وبنفس الوقت ما يشجع نمو الجراثيم اللي هو pH 5.5، هذا ما بيعمل تهيج للجلد الصابونة، وبيكون ما بيشجع برضه بنفس الوقت نمو الجراثيم. فالصابونة بتشيل كل الديبوزيتس اللي عالقة في الجلد وبتنظف، وبعدين المفروض يستخدم الواحد استرنجنت، مادة قابضة بحيث قلنا تسكر المسامات بحيث ما تدخل الميكروبات على الغدد الدهنية وتعمل لي الانفلاميشن. وإذا صار بعديها طلعت عندك حبة بتستخدم توبيكال أنتيبيوتيك، مش أورال أنتيبيوتيك، توبيكال أنتيبيوتيك على الحبة هاي اللي طلعت، هيك بتضمن إنه الأمور تصير تمام. أما تيجي واحدة مثلا تحط لنا مكياج ولما ترجع على البيت ما تغسل وجهها وغصبا عنه بده يطلع حب شباب، أو تيجي مثلا واحد مستعجل الصبح يحلق دقنه مثلا وما يستخدم لا مادة مطهرة ولا استرنجنت برضه غصبا عنه بده يصير حب شباب. أوكي، ما في داعي إنه إحنا بحجة الاستعجال إنه إحنا نهمل في حالنا، لأنه بعديها بصير في complication. فأهم إشي في هذا الموضوع اللي هو النظافة الشخصية. هلأ الناس اللي بيكون عندهم hormonal imbalance وبيكون كتير كتير الموضوع عندهم over، هدول بدهم يروحوا للدكتور، يا إما بيعطيهم هرمون يا بيعطوهم ايزو تريتينين او بيعملوا لهم جلسات تقشير لهم مصادة كاترة الجلدية. طيب نيجي للمجموعة التاسعة من الادوية اللي بتنعطى توبيكال اللي هو ميلانايزنج ايجنت. ميلانايزنج ايجنت يعني بدنا نزيد تكوين الميلانين في الجلد. طب ليش بدنا نزيد تكوين الميلانين في الجلد؟ في ناس عندهم بيكون هايبو بيجمنتيشن، بيكون عندهم نقص في إنتاج الميلانين في مناطق معينة في الجلد، بنسمي هذا الإشي فيتيليجو. ماشي، فيتيليجو اللي هو البهاق، يعني بتلاقي منطقة مثلا في إيده في وجهه يفتح من باقي الجلد، فهو بيكون كتير متضايق من الموضوع هذا. سوراليينز أز ميثوكسالين لوشن أو ترايكسالان هو systemic effect is applied over the skin لكنه require direct sunlight for activation. Okay. The patient is asked to sit in the sun after applying the cream
over the lesion. طبعا ما بيدهن كل الجسم تبعه ماشي، لا بس المناطق اللي فيها التبقع هذا او البهاق. فبالتالي يحط على المنطقة المصابة وتعرض للشمس، بعد فترة بتمشي الامور. في ناس بيستجيبوا لهاي الادوية بسهولة. في عنا المجموعة العاشرة عكس الميلانايزينج ايجنت اللي هي انتي بيجمنتيشن، يعني بدنا نخفف صبغة الجلد، بيسموهم بليتشينج ايجنت. بليتشينج ايجنت يعني زي كأنهم مواد مبيضة. These preparations contain hydroxyquinone. اوكي، هيدروكسيكوينون اسم تجاري، الدوكوين في منه عيارين 2 و4، هلا بنشوف ليش. لكن السايد افكتس تبعتهم بيعملوا اريتيشن للسكن. هلا البيشنت از ابلايد تو از اسكت تو ابلاي سمول كوانتيتي وجراجوالي انكريزينج ذا سترين. بلشوا اول شيء بعيار 2%، مشيت اموره عليه فتره من الزمن، اسبوع زمن، بعدين ببلش بال4%. لكن اهم شيء انه هذا الدواء inactivated by exposure to light، يعني اذا انت حطيته على المنطقة اللي بدك تخفف التبقع تبعها، مثلا على النمش او على سكار قديمة شوية حطيتها وتعرضت للشمس، بقلب لونها اغمق مما كان قبل. فبالتالي اذا ايش بده الموضوع؟ طولة بال وبده حرص. فعادة بنحكي للناس انه عشان نضمن انه ما يتعرض للشمس بنقول له حطه قبل ما تنام الصبح، اذا كان على الوجه او على الايدين بتغسل وجهك وايديك منيح قبل ما تطلع الشمس. هلا المجموعه ال11 اللي هي السان سكرينز، اللي هي الكريمات الواقيه من اشعه الشمس. هلا اشعه الشمس في يعني يو في اي ويو في بي. شو الفرق بيناتهم؟ طبعا في يو في سي كمان. UVA cause skin aging and cancer. UVB cause skin burns and tanning effect. تمام؟ يعني بتعمل لون الجسم غامق أو برونز. فهلأ الناس اللي بيتضايقوا من هذا المنظر أو بدهم يخففوا أو يأخروا عملية الايجينج للجلد أو بينصحوا فيها، خاصة الناس اللي عندهم familial history of skin cancer، بينصحوا في السان سكرينز. طيب كيف هدول السان سكرينز بدهم يشتغلوا؟ بدهم يحمونا من أشعة الشمس. هي الشمس حاطة نظارات حامية حالها. طيب في عنا الكيميكال كومباوند اللي بيحطوه في الكريمات هاي الواقية من الشمس. في عنا مواد زي البارا أمينو بنزويك أسيد بيشتغل سان سكرين، بنزوفينون بيشتغل سان سكرين، تيتانيوم دايوكسيد بيشتغل سان سكرين. لكن بيفرقوا عن بعض، في إشي بيمتصوا الجسم وفي إشي بيعمل فيزيكال بارير وبيعمل ريفليكشن لأشعة الشمس. بتاخدوهم بصيدلانيات 3 وبتشوفوا الفروقات بيناتهم وبتحضروا سانسكرين في المختبر. هلا البرفورمانس اوف سانسكرين از اكسبريسد از SPF. شو يعني هاي SPF؟ يعني سان بروتكشن فاكتور. طيب برضو يعني انا شو استفدت السان بروتكشن فاكتور؟ هلا بيقول لك اذا كان مكتوب على العلبه مثلا SPF 10 means that the dose of UVB required to cause الرديمه. الرديمه اللي هي احمرار في الجلد هي فعليا من درجات الحروق تبعت الجلد. اوكي، عشان يعمل الرديمه must be 10 times greater in protected than non protected skin. يعني أشعة الشمس الكريم اللي عليه SPF 10، يعني أشعة الشمس لازم تكون أقوى بعشر أضعاف عشان تعمل لي مشكلة عند هذا البني آدم. هلأ قبل ما أنسى، في عنا 2 scales في السوق، سكيل أمريكي وسكيل أوروبي. السكيل الأمريكي بيمتد من 0 لحد 50، السكيل الأوروبي بيمتد من 0 لحد 100. لكن كفاءة 50 بالأمريكي زي كفاءة 100 بالأوروبي. أوكي، يعني لما بقول مش والله إنه أنا آجي أخذ أو آجي أنصح المريض بسانسكرين أقول له خد 150 ما بينفعك، لا، 50 الأوروبي، 50 الأمريكي يكافئ 100 الأوروبي. أوكي، فنحن عشان ننصح صح بتطلع على البلد المنشأ وبتشوف أو على أساسه بتقرر. أوكي،
هلأ شو بيقول لي ملاحظة؟ very fair people، الناس اللي شقر كتير، require up to 15 SPF، يعني انه يبلش من 15 وفوق، هم يدوق الخمسين ويدوق يقطع فيهم. below this level are not effective، أساسا لأنه المناطق تبعتنا الشمس فيها قوية، فبالتالي بياخدوا ال SPF العالية. طبعا احنا عنا بيجوا للصيدلية وبدهم ال SPF 100، كانوا شقر ولا كانوا صغر، اوكي؟ فانت اعطي الماكسيموم وخلص. نيجي لآخر مشكلة اللي هي سورياسيس، اتفقنا هاي البي سايلنت. سورياسيس اللي هي الصدفية. It is a white silvery spots over skin، تمام؟ بقع لونها أبيض أو لونها فضي. Especially over extensor surfaces. الإكستنسر surfaces اللي هم زي الركبة، النيز، البوز، هو scarred due to rapid turnover of the epidermis. تمام؟ نشوف هنا عنا الفرق بين الجلد العادي والجلد اللي فيه صدفية. هون الجلد العادي أمورنا تمام، كيراتين لاير وإبيديرمس وديرمس وسكوتينيوس، وهي إيش؟ البصيلة الشعر والغدد العرقية وأموره تمام. لكن هنا بالنسبة للناس اللي معهم سورياسيس، الطبقة الخارجية مختلفة. هنا عندنا inflamed skin, flakes وscales بصير، اللي هي هاي الطبقة اللي بتنفصل عن الجلد وبصير rapid turnover، والمنطقة اللي تحتيها بتخف الحماية إلها وبصير فيها inflammation. طيب شو الحل أعملهم للناس اللي معهم psoriasis؟ أول إشي وأهم إشي الموسترايزرز، أوكي؟ المواد المرطبة. ممكن نستخدم mineral oil، بودرة لاتم جيلي، may help to soothe the affected skin and reduce the dryness that accompanies build up of skin non-psoriatic flake. طيب ماشي، ايش غير الموسترايزرز ايش ممكن نعطيهم؟ medicated creams and ointments، ادوية الكريمات يكون فيها مادة دوائية applied directly للسوريتيك flake can help reduce inflammation. يعني بدي أحط في الكريم تبعي مادة تكون أنتي إنفلاماتوري. ليش؟ To remove the build up skin and clear the affected skin of flakes. The ointment and the creams containing tar اللي حكينا عنه قبل شوي، dithranol أو كورتيكوستيرويدز مثل ديزوكساميتازون أو الريتينويدز are routinely used. طيب ماشي الحال، غير الموسترايزر والأنتي إنفلاماتوري اللي بدي أحطهم، بآخر خيار ممكن نستخدم الأكتيفيتد فيتامين دي. طبعا الفيتامين دي له كذا نوع حسب مراحل تنشيطه، and its analogs can inhibit skin cell proliferation. For example الكالسيبتريول اللي هو من الديريفاتيفز تبعت الفيتامين دي. طيب ماشي الحال، هذا بالنسبة للصدفية. إذا بنلاحظ الموسترايزنج أهم خطوة في مشاكل الجلدية كلياتها. نشوف المشكلة رقم 13 اللي هي الإكزيما. الإكزيما هو نوع من الأتوبيك ديرماتايتس. ديرماتايتس يعني التهاب في الجلد، هو بيعمل chronic inflammation of skin. تمام؟ يعني في عنا ورم دائم أو التهاب دائم بالجلد. شو بيؤدي هذا الحكي؟ include dryness, recurring skin rash that are characterized by redness. بصير الجلد المنطقة المصابة بالأكزيما بتحمر. طيب بعدين في بصير في edema, swelling, itching and dryness. كراستينج بتشكل طبقة سميك كتير، بعدين فليكينج بتقبع عن الجلد، بلسترينج بتجمع مية، كراكينج بتشقق الجلد، اوزينج اور بليدينج ببلش السوائل اللي في الجلد تطلع لبرا او ببلش نزيف. هذا بالاضافة انه البني ادم رح يعمل اتشينج، رح يحكها كتير، فبالتالي رح يعمل ديستركشن للسكين تيشو. هي عنا هون على اليمين هاي normal
سكين تيشو، وهي عندنا اكزيميتس سكين تيشو. نشوف الاكزيما شو بصير فيهم. هي هون عندنا ingress of chemical solvent and water causes inflammation، يعني لما فات ما بين الخلايا الجلدية المية والكيميكالز، طبعا بيكون في الفراغات ما بين الخلايا أكبر، ولما بتفوت هذول الكيميكالز فبيعملوا inflammation، بالإضافة إلى إنه الكيراتينوسايت become less tightly held together، فبالتالي الحماية للطبقات الداخلية من الجلد بتصير أضعف. أوكي، فكلياته بنقول عنه إكزيما. طيب شو أعمل لهم؟ كون عندهم chronic inflammation أعطيهم كورتيزون، هذا هو أحل السحري للمشاكل كلياتها، وبتريح المريض إذا أعطيته أنتي هستامين ومويسترايزر، لأنه الإكزيما كان exacerbated by dryness of skin. هيك بنكون خلصنا الكورس، وكل سنة وأنتم سالمين.